محطة جديدة تتوجه إليها رحلة الصناعة في المملكة، محطة لمستقبل نطمح فيه لأن نصبح قوة صناعية رائدة بصناعة متقدمة واقتصاد قائم على المعرفة. في برنامج مصانع المستقبل نهدف لتحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة ومؤتمة تتمتع بكفاءة عالية في التشغيل والإنتاج. ودعماً لهذا التوجه تم إطلاق برنامج مصانع المستقبل، ويقدم البرنامج مجموعة من الحزم التحفيزية وتشمل الدعم المالي، التعليم والتدريب، توفير البيئة المناسبة لازدهار الحلول التقنية والمصادر المعرفية. يستهدف البرنامج كلاً من المصانع القائمة والمصانع الجديدة التي تأسست بعد انطلاق البرنامج، ويتبنى منهجية SIRI العالمية الرائدة لتقييم مستوى نضج المصانع الرقمي ولدعمها في رحلة التحول. برنامج مصانع المستقبل استمرار لسياسة التحول الرقمي التي تتبناها رؤية المملكة 2030 بطموح يعانق السماء وبسواعد صناعية تساهم في بناء مستقبل السعودية لتعزز اقتصادنا. وتعالوا باسم المملكة بين الأمم.